السلام عليكم خوت، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، رياكشن جديد على قناة لوكال ميكس براند. رياكشن ديال اليوم غادي تكون على التراك الاخر ديال كاتر ويش، دوب كلا الحلوى وغضب. عارف اش كيقصد بهاد التيتر هذا؟ دوب كلا الحلوى وغضب، واش كيقصد راسو؟ حيت كاتر ويش غبر بزاف، تقريبا مدة عام ما سمعت ليه حتى شي تراك، ما له حتى شي تراك جديد، كان ناعس يعني بحال حبس الراب من الاخر. شنو اللي فايقو صراحه؟ ما عرفتش شنو اللي فايقو. يمكن الروينه اللي كانت واقعه او بي ديال زاندار، كلاشات اللي كانوا نايدين، سيرتو حتى هو جبد في هاد البلانات هادو، سيرتو كاع اللي نادو كلاشا وبوز فلو قالوا لي بان كاترويت هو اللي فاليداك بان هادي. المهم فيلم واقع، كنظن بان هذا هو السبب انه تلا حط التراك هذا، كنظن بان غادي يكون كلاش، باش ما يمكنش من بعد النعسه هادي وجبد سميتك في هاد الكلاشات اللي نايدين. واش كلاش واش المهم فريستايل؟ حنا غادي ندخلو ونسمعو البلان. قبل ما ندوف رياكشن ما تنساش لك حتى هو المارك تشادنا على اليوتيوب انك تضغط على الاعجاب، اشترك في قناه فعل الجرس وكتب اشترك معنا، ما تنساش انك تضغط على الاعجاب، شكون واحد كومونتير من بعد الانترو نبداو الرياكشن ديالنا. وانا لوبي في البيت دندن دانداني، غادي مع تيمبو بلا ما نحس، فلو مع ناس ترون توب لايني، غير خلي البيت مطلق وزيد في الجيم، راح كمل الجيم لوكو في الراب لوكو في التراب لوكو ميكس برا. واحد بلان بغيت نقول لكم قبل ما نبداو، كاترويت راه صعيب باش تفهم الليريكس ديالو، عنده واحد اللعب بحال داكشي ديال الكلمات المتقاطعه، خصك تجيب كلمه من هاد السطر وتسنى حتى السطر الاخر ولا السطر اللي موراه عاد تفهم البلان شنو كان كيقصد تما. انا عارف الكتابه ديال الكاترويت عنده واحد الكتابه ديفيرون، اوكي نسمعوا نحاولوا نفهموا الاخوان اللي ما فهمتش شي حاجه عذروني. تراك اول مره غادي نسمعوا. نقصنا شويه في الكاسك هاد البلان ديال نقصنا شويه في الكاس كان كيبقى عليا بزاف، كنت كنمشي مثلا شي استوديو كنبغي نسجل، وبزاف بزاف الدراري اللي كيغنيو الراب سواء هواش ولا محترفين كيوقع عليهم هاد البلان، ملي كتمشي للستوديو كدير الكاس كتدخل لاكابين باش تسجل ولا كتوقف قدام المايك لما كانش لاكابين. كاين استوديوهات اللي فيهم لك تكون فيهم لاكابين ايزولي، وكاين استوديو اللي كتلقى المايك فحال هكا يعني حدا البيسي حدا الروينه وكيكون ايزولي من الجناب صافي وكتسجل. ملي كتبغي تسجل داك مول ستوديو تيكون مجهد بزاف الكاسك، ملي كيجهد بزاف الكاسك انت ما كتسمعش راسك. كاين واحد النوع ديال الرابرز كيعجبهم ان الكاسك يكون مجهد صراحه، وخا ما يسمعش راسو كيبدا يرابي كيلقى راحتو بزاف. وكاين واحد النوع خاص الموسيقى تكون هابطه، يسمع غير التيمبو يبقى سامعو والموسيقى تكون هابطه باش يقدر يسمع الصوت ديالو ويعرف الليفل اللي كيرابي بيه. وكاين واحد النوع اللي كيدير غير كاسك واحد، غير الكاسك كيحيد غير ودن وكيخلي غير ودن وحده بحال هكا وكيرابي باش كيبقى يسمع الموسيقى وميم طو كيسمع الصوت ديالو. يعني كاين ثلاث الانواع ديال الرابرز اللي كيسجلوا. مليح اوكي اولد سكول الخوت، كيف دي ما كاترويتش في الاولد سكول ولفناه السوف لديك لغربه تعطويت انسترمون طار اولد سكول. والكليب اسمحوا لي راه خصنا حيت كاتروي شحال هادي ما رجع شحال هادي ما راب، ضروري من بعد الرجعه غادي نوقفوا بزاف باش نعرفوا شنو الميساج اللي باغي يوصل لينا. اول حاجه في الكليب، كليب كلاسيك بحال الشكل اللي كيديروا في دوبل كانو، يعني كيبين لك انا جينيراسيون قديمه كما كتشاهدوا البريك دانس. للاسف الثقافه ديال البريك دانس في البلاد ديالنا انقرضات في الوقت اللي حنا كنا كنسمعوا الراب وكنبليين بالراب وباغي نوليو كنغنيو الراب كنمشي للاستوديوات. كانوا الدراري كنعرف الدراري صحابي بزاف سير شوف كازا، الدراري كنعرفهم في كازا ولا التشارك ولا هذا، كانوا واعرين في بريك دانس. محمديه هنا عندنا كان سحتوش كانوا عويطه كانوا شي دراري واعرين. هنا بغى يوصل لينا بانه خوت انا كاتروي جينيراسيون قديمه، باينه من الكليب ومن الانسترومونتال اولد سكول. راسم في مخي البار والكاسك في الصاك، واحد فيا في عينو المسيكا الاخر دعالي الله تكيسر الكاس ملعب كارلوس ناف وفودني زيد. ما اللي كنت خايف منه انني ما نقفل والو، خاصني نبقى نعاود نسمعو نشوفو الا قفلنا شي حاجه في ليريكس الخوت راه غنتعذبو، حيت كما قلت لكم كلمات متقطعه راه خاصك تاخذ كلمه من هنا وتسنى حتى السطوره الجايه عاد تفهم شنو كان كيقصد في هذاك السطر اللي فات. راسم في مخي البار والكاسك في الصاك، واحد فيا في عينو اوكي راسم في مخي البار والكاسك في الصاك. دابا هذا بلان، هذا ميتافور قليل اللي غادي يفهمه. راسم في مخي البار، البار هي لوب، فيك كيتحط اللوب يعني فيك يبدا السطر وكيسالي كيسالي في بار، كاين بار تساوي سطر. يعني انا كرابي البار راه في مخي والكاسك في الصاك، يعني بلا ما نسمع الانسترومونتال ونعرف البار، فهمت شنو البلان كيدير؟ اوكي مسيكا الاخر دعالي الله تكيسر الكاس ملعب كارلوس ناف وفودني زيدان وسيكا المينور. المشكله دابا مشكله، خصنا نتقلو ونعاودو باش نفهمو. فيا في عينو المزيكا واحد فيا في عينو المزيكا الاخر دعالي الله نتكيس على الكاس، زعما انا بلي موسيقى ومبلي بالكاس، يعني فيا جوج الناس
راكبين لي واحد بالمزيكا واحد بالكاس. الله يعفو عليك اخويا بالكاس بعدا هو الاول الاخر دعالي الله تكيس على الكاس. ملعب كارلوس ناف وفودني زيدان وسيكا المينور خاصو فراش ملعب كارلوس ناف وفودني زيدان وسيكا سيكا ما فهمتهاش. ملعب كارلوس ناف يعني مخربق الخطه يعني شاد طرواق حاطو ناف وفودني زيدان. زيدان وسيكا المينور خاصو فراش والماجور ركب مانيطا. المينور خاصو فراش والماجور ركب فانيطا. هادو لي نوت سميتو لي سكيل يعني كتلقى مينور انسترومونتال مينور انسترومونتال ماجور. ياك المينور خاصو خاصو فراش والماجور خاصو مانيطا. اوكي غنحاولوا نفهموها من بعد. مدى بيك ترمي الكراميت افكار ميكا ديال بنيت الدار بالريبا ويش سوري كيبتيكا وكي الدور علي قلت لكم عدو ميتافور صعيب عشان خوش كلمات متقطعة ملي كتدخل وكتشد الشبكة وكتشد السيل وكتبغي كتبغي تخرجها حتى كتكتبها كتقول صافي راه فهمت. ملي كتجي تجبد الكلمة اللي جاي كتلقاها ماشي هي كتقول انك ما كتبتيهاش. راه هذا هو البلان ديال هادو. اوكي نعاودو هاد السطر ديال بنيت الدار بالريبا ويش سوري كيبتيكا بنيت الدار بالريبا وعيش سوري كيبيكا بنيت الدار بالريبا ومن بعد غادي نجرب لك منها غتعيش لاجي. فهمتوا البلان كيفاش يعني حيت الدار ديال الريبا الا ما قدرتيش تكملها في الخلاص كيجيو وحيدوها لك وغتعيش سوري كيبيكا غتعيش لاجي كيبيكا عام خشي فيديك الشكاره اللي هزه. المهم اللي نفرجي بوكيمون راه فاهمين البلان وكي الدور عليك الضريبه تولي كره بيكا العين حمراء والقلب حجر والخرزه كره ربيكا بغيت نسمع ولا بيكا الحياه راك عامل مشيش من تصب القامه. شنو هاد البلان هذا؟ كان بغيت لسمول لا بيك اب بغيت لسمول لا بيك اب. سمول هي راه عارفين سمول كاين سمول الرابر وسمول هو ديك لاطاي بيك اب هي المهم تحيه ولا ديك اللعيبه اعتراف ولكن بيك كنعرفو هو الرابر. الحياه راك عامل مشيش منتصب القامه عندها البادي جارد الحياه راك ما غنمشيش منتصب القامه ما غنمشيش زعما ايغو منتصب القامه زعما منتصب القامه تي امشي ما غاديش نمشي ايغو بلان بلان عندها البوديغارد يعني عندها الحراس ديالها. عرفتي اليوم هذا ما بقاش رياكشن خوت هذه ولات ريفيو سمحوا لي غادي نحطها في العنوان رياكشن بلس ريفيو صراحه حيت شغل رياكتيو الانسر مضطربين واحد اللوب كيبقى يتعاود اولد سكول الكليب راه ما في ما ترياكت عليه دونك بقينا حاصلين مع الليريكس ليريكس مرضونا. سمول لا بيك اب الحياه راك عامل مشيش منتصب القامه عندها البوديغارد كيكونوا فافوري نسو بلون دي كابر شو المنتخب المنتخب فيما كيكونوا فافوري حنا اللي كان حنا اللي كنخسروا ديما فافوري نسور بلون دي كابر شو كلشي فاف فوق الخناين الميكاب باش نفرونشيو الكاب رشو كلشي فاف فوق الخناين الميكاب يعني العكر كما كنقولوا حنا عندنا واحد المثال العكر فوق الخنونه مزوق من برا شخبارك من الداخل بلان بلان. عنده واحد الكتابه قلت لكم ديفيرو غادي محلنا الحمد لله شديت كابتي شحال من حاجه نقدر نكون غلط نقدر نكون بصح جابو مبابي يجري في الشيخ الخضف 2030 عبيد كاوس تريسي دريكلا شكون هادو جابو مبابي يجري في الشيخ الخضف فين جاد الشيخ الخضف عاوتاني حيت هو وقيل عنده اصول جزائريه اصول كاميرونيه مبابي يجري في الشيخ الخضف 2030 عبيد كاوس تريسي دريكلا طش يطير درونك ما لقاو في بلاصه الشيخ الحبق في تنطاب والفوت تهضر شافي بالديه في الخضر دب كلا مشكله مشكله خصني نعاود التراك مزيان نعاود نسمعو نعاود نسمعو باش نفهم بزاف د البلانات تريسي دريكلا طش يطير درونك ما لقاو في بلاصه الشيخ الحبق في تنطاب والفوت تهضر شافي بالديه في الخضر شنيا دب كلا حلوه وخضب بغي الحصلو لي بوب قطوي تقصد الكوافير يحسن حسن الهيب هوب بلادي زو عندنا الكل دي بي كوبر عرفتي داك الهيب هوب القديم كنت كنسمعو شحال هادي صراحه ما عرفتش باقي لحد الان ما سمعت حتى شي بيك صراحه على شي رابر من دون كنشك انني سمعت سميت سمول والبيك واش كيقصد سمول والبيك ولا كيقصد اللي كلاشاهم بوز ما عرفت. المهم هنا باين لك الضبوعة كياكلوا في شي لعيبة فهمتي والضبع معروف عليه انه كياكل اي حاجة شدة وخا يكون باقي حي ماشي كيقتل الفارس ديالو عاد كياكلها هي كتجري وهو كينهش منها هنا كياكل الجيفة وكياكل حتى الجيفة هنا شي واحد شي زرافة ميتة ولا ما نعرف وكياكلها دب كلا حلوه وخطب وسبعت قطار ويجا يحرش مالكري عشر سيست ما تشريش رويجا بعت قطار ويجا يحرش مالكري عشر سيست ما تشريش رويجا انا نفرش نصير نتعوج لايه شوج راضي ينزل عيش تعويجا دومين بوناردو سونتناي 2016 24 فيفريه ب
بلان هو هو كنظن انه فريستايل اكثر ما يكون ماشي كلاش. ما كنظنش انه كلاش حيت ما سمعناش دي بيك ما سمعناش بحال كي غير كي فريستايل علينا وصافي. والبلان اللي فهمت هو انه كيوصل لنا بانه مدرسه قديمه وانه راه كاين في الراب وعنده تاريخ في الراب من لانستريمونتال من التكنيك باش لعب ليريكس ديالو. صراحة ليريكس ديالو هو اللي فاهمه. تقدرش فهم شي حاجة وكنت تقدرش تكون غالط تقدر يكون خيالك مش بعيد فهمش ولا لا ما تفهمش حيت هو كيشدك واحد جوج كلمات كيحطهم لك هنا وكيمشي يقلب سبعة الصفحات باش كيجبد واحد جوج كلمات ويحطهم لك هنا. إلا كان داكشي كامل كاتبه في كتاب مثال. أما بخصوص كلاش ما كنظنش أنه كلاش. شي وحدين قالوا لي كلاش في ميساجات في انستغرام راسلوني قالوا لي راك درويت له كلاش. كنظنش انه كلاش صراحه اش ما بان ليا والو. هادشي اللي كاين كتدير رياكشن ديالنا على تراك كترويت الدوب كلا حلوه وغضب. الا كنت اول مره كتشاهدنا على اليوتيوب ما تنساش انك ضغط على الاعجاب شارك في قناه تفاعل جرس كنت مشترك معايا ما تنساش انك ضغط على الاعجاب. شكرا لكم على المتابعه. نتلاقاو في رياكشن اخر ان شاء الله.